مع حلول موسم العطل تفقد المؤسسات التربوية حيويتها ونشاطها، فهي فرصة للصيانة وتحضير موسم دراسي جديد. ثانوية محمد حدود بجنين بولاية عامة نموذج يقتدى به في هذا المجال، إذ باتت العناية والمحافظة على مرافقها جلية دون إهمال الجانب البيئي بالداخل والخارج. ثانويتنا كغيرها من الثانويات تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التربية الوطنية، فإلى جانب المساواة وإلى جانب المبادئ العامة هناك مجالات أخرى كالجانب البيئي والجانب الجمالي. فنحن نسعى كطاقم إداري وتربوي وعمال بصفة عامة إلى غرس روح الجمال في أنفس أبنائنا، ولذلك نراهم يحاولون جاهدين قدر المستطاع الاهتمام بالمساحات الخضراء وبالتشجير في الثانوية، وهذا ما يعطيها دائما الحياة وما يجعلنا نصنع من ثانويتنا رجالا يمكن أن ينفع المجتمع غدا. ربما ثانويتنا تحظى باهتمام السيد الوالي والسيد مدير التربية، فس البلدية لم يبخلوا علينا بزياراتهم المتتالية إلى ثانويتنا، ودائما ربما يشجعوننا حتى دائما نقدم الأحسن إن على مستوى النتائج المدرسية، إذ حققت قرابة 70% السنة الفارطة في نتائج شهادة البكالوريا. دعم السلطات المحلية كان حافزا لبلوغ درجة كبيرة من الوعي لدى التلاميذ الذين أسهموا في نقل هذا الاهتمام إلى أحيائهم. هذه المرافقة أو هذه الثقافة اللي منتشرة على مستوى الثانوية، خاصة في الحفاظ على نظافة المحيط داخل الثانوية والمحافظات على المساحات الخضراء، ساعدنا احنا كبلدية وكجماعات محلية في نقل هذه الفكرة خارج محيط الثانوية. راهم يساعدونا في حملات نظافة عدة مرات تلاميذ الثانوية، وكذلك تلاميذ المتوسطة شاركونا في عدة حملات نظافة. احنا الهدف من هذه هو غرس ثقافة عامة في محيط بلدية جنين بورزق، ويبدأ خاصة من الثانويات أو المتوسطات حتى الابتدائيات، وكذلك حتى المساجد لمالا. العناية بالمؤسسات التربوية وإعطائها الوجه اللائق سلوك حضاري يجسد الأهداف التربوية على المحيط الذي طالما عانى من تناقضات الأهداف والواقع المعاش.